ونسيت شو طعم الغفا وفل من الدنيا الوفا وبقيت وبقيت وحدي بهالدنيا ما حد سألني شو بني لا فقير ولا حتى غني ومشي يعني قولتك إلا؟ ما في غير هالحل. طيب وركي ما رضيت؟ لك شو ما ترضى؟ ما بتعرفيها حبولة قوام بتوافق؟ طيب وإذا ما رضيت؟ إيه لا تروحي؟ شو ما روح؟ والله وسيم ما بيعود بحاكيني ولا نسياني إنه اليوم عيد ميلاده؟ لا ماني نسياني، من واحد آدار السنة الماضية عيد ميلاد السيد وسيم بلا وطوتي أنت وياها فيها العافية إن شاء الله. يا عمي ظنين بدي العافية والعمر عم يخلص. وحدي الله يا أم منير، الأعمار بيد الله، ما بصير تحكي هيك. بتعرفي يا أم نضال، أنا مالي خايفة على حالي، أنا خايفة على عشتار. إيه شبه عشتار، عين الله عليها قاعدة بحضن ستها عم تاكل وتشرب وأبوها ما بقصر عليها ابنه. معلوم ومقصر بالمصاري، بس حنيته راحة كلها على بناته ومرته. إيه حاجتك تحطي بقلبك يا أم منير، العمر مو محرز، والله حفظت الحكي، كل نهار بتعيدي لي إياه، كل نهار الصبح بتحكي لي عن عشتار وعمايل أمها وأبوها فيها، وإنه رموها عمرها 3-4 سنين، افهمنا بقى، ارحمي حالك، العمر مو محرز. وأنت اللي قلتيها، مشان هيك أنا بدي آخذ رأيك بقصة بس سر بيني وبينك. يا عيب الشوم يا أم منير، إسألنا 10 عمر مع بعض. بحياتك سمعتي كلمة طلعت على لساني؟ مو هذا القصد يا أم نضال، بس أنا اللي بدي أقوله يعني بجوز ما يعجبك. قولي قولي وأنت مطمنة. امبارح شفت لك منام بس مو مطمني. وكله عن عشتار. شو عرفك؟ شلون شو عرفني؟ لا تقولي لي نفس منام البحرة اللي بتفشوها عليها. هو بذاته، بس هذا المنام مو منيح.
وشو علاقة المنام باللي بدك تقولي لي اياه؟ عشتار انا مربيتها يا ام نضال، صحيح امها هون بس انا متأكدة بين لحظة والتانية رح ترجع لأمريكا هي وجوزها. مزبوط هالحكي، ابني ملتهي بشغله وسفرياته ومرته وبناته، وفلك مو معروف انت رح ترجع من باريس الا ليموت جوزها وترته هديك الحسبة، وانا عايشة على الانسولين والسكر. لا حول ولا قوة الا بالله. ومن بعد يا عشتار، يا رح تعيش مع امها وجوز الام، يا رح تعيش مع ابوها ومرت الاب، وهون وهون صعبة عليها. مشان هيك بدي امن عليها قبل ما اموت، اكتب لها البيت هاد باسمها. باسمها لحالها لحالها؟ لحالها لحالها. طيب ومنير ابنك وفلك بنتك؟ فلك انا بعرفها منيح، لك تتصل من اخر الدنيا لتطمن على عشتار قبل ما تطمن علي. طيب ومنير ابنك؟ لك ابني مو بعينه، بس هديك الحرباية مرته بتضل بتوز براسه لانه ما بتطيق على عشتار. والحل؟ ما بعرف، فكري معي. انا عم اقول بلا ما خبر منير، البنت بالغة راجدة تعرف مصلحتها. بس يا ام منير القصة كبيرة كتير، لازم تفكري منيح وتعدي للمية. فكرت وعديت للمليون. انا بدي امن على عشتار، يعني بدي امن على عشتار، مناماتي ما بتكذبني. طبعا لسان حالكن عم بيقول انه كلياتها شقفة مذاكرة، يعني مو امتحان. وانا بحب نبهكن وقلكن انه طريق الالف ميل بيبتدي باول خطوة، والخطوة الاولى هي المذاكرة، والالف ميل هو مستقبلكن لتدخلوا من خلاله للعالم وتحققوا النجاحات والبكالوريا، يعني شهادة البكالوريا، لحتدخلوا منها من نافذة العالم وتحققوا الطموح بالنجاح بالخلود بالنصر بال... لك شو ها؟ شو ها استاذ؟ شو عداني عشتار؟ ما في شي، بس ده بس شعرات تلفوا على القلب سابق صعب؟ عم بسألك باحترام بتجاوبي بكل احترام عادي. ومين اشوف على حيلي؟ اعتذري اشوف. وينك؟ انا بعتذر اسفي. اعتذري بشكل مؤدب. انا بعتذر بشكل مؤدب. مقبول. السؤال الاول، الو. صباح الورد يا ورد. صباح الخير. وينك مبارح للساعة 4 الصبح؟ ايه وين بدي اكون يعني؟ بغرفتي. يعني ما سمعت التليفون؟ دقيت لك كذا مرة. ايه ابصر، كنت يمكن بسابع نومي، بعدين هذا التليفون لك مدري شو قصته، صوته واطي ما عم يسمع منيح. لك انا يسلم لي الشكاك، ايه فهمت عليك. امينة من السيدة، والله بقى ايام بالي عندكم. قليلي ابوكي شلونه؟ بكرة عمليته ولازم تكون موجود. لا لا تقوليها، بكرة؟ ايه بكرة، لازم تدبر حالك وتجي بأي طريقة، يعني بكفيك 5 أيام لتعمل فيهم 100 مشروع. يا الله يصلحك. كنت قليلي يعني قبل هلا مشان دبر يعني حالي مشان مواعيد الطائرات، يعني قصدي عرفت شلون؟ شوف منير، إذا ما بتجي رح أزعل منك. منير انت بتعرف انه ما في غيرك رجال بكل عائلتي بيتحمل مسؤولية. عم تسمعني منير؟ بعدين انا اشتقت لك. والله انا كمان اشتقت لك. شو بدي اقول لك، شلون الاولاد؟ شلون يارا ولارا؟ ان شاء الله عم يدرسوا منيح. كل شوي بدك تمسحيه. وانتي ليش متضايقة؟ خلينا نمسحي بوطك كمان. سكي شو تشربي، شاي ولا كاكاو؟ كاكاو. شوفوا انا ما بعرف كذبها عشتار، الله يخليك كذبة بيضة هي. الله يخليك عشتار، الله يوفقك عشتار. لك ما فيها شي، تجي هي الجدبة لعندك يو ابوها بتفتحي لها الباب بتقولي لها كل سنة وانتي سالمة، بتفوتيها وبتسكري، بس يروح ابوها بتبعتيها لعند وسيم على عيد الميلاد. صعبة تروح لحالها؟ لك لا، شو جايبتيني جدبة لروح لحالي؟ اساسا انا اشترطت على وسيم انه انا ما بروح غير انا واعز رفقات على قلبي، عشتار ورولا. يعني رولا رايحة؟
لك انا اصلا حكون عندك بالبيت، شبكي؟ اي مزبوط. على اساس انه عيد ميلادي. يعني تمام. برافو. بس انا اليوم عيد ميلادي عن جد. عن جد؟ كل سنه وانتي سالمه حبيبتي. وانتي سالمه. يقطع عمرك شو مأنزعه. شوفوا شوفوا شلون عم تمسح بالمحل. طالما اليوم عيد ميلادك معناتها اهلك عاملين لك حفله مرتبه كثير، يعني نحن ما كذبنا صح ولا لا؟ صح. شو؟ خلص وافق. وافقت. الله يخلي لك يا عشرة. طلع من نضال ماما. بدك شي حبيبتي؟ سلامتك، الله معك، ان شاء الله آية الرزق يا رب. لوين ناوي اليوم؟ على وجه نسائي بارز جدا. صاحبة جمعية عشتار لقضايا المرأة، الدكتورة نعمة ياسين. صار لي شهرين يا ابتسام، شهرين مستني الموعد. نعم نعم. يعني رايح تشوف وحدة مرأة؟ اسمه لقاء صحفي، يا متخلفة يا جاهلة يا أمية عديمة الثقافة، كم مرة بدي لك؟ شو ما كان اسمه؟ لقاء صحفي، لقاء بطيخي، أنا ما دخلني، حسك عينك تروح هيك ولا هيك. ولو بس أمي حبيبة قلبي أنت، لك أنا عندي هالقطة الحلوة الأمورة، وبدي أطلع بحدة تاني. بعدين شبك؟ مشان أجال الغرفة، نعملنا مقال مقالين، الله يخليكي، شو بدنا نساوي؟ يلا خاطرك. سلامة. قال يا مآمنة بالرجال، مثل المي بالغربال. يلا خاطرك أم منير، الحمد لله طمنا عليكي بالسلامة. شلون هالمستأجرين اللي عندي؟ صدقيني هو ومرته كتير كتير قوادي، بعدين كل شي صلون قاعدين جمعة زمان. ايه ما لحقنا نعرف خيرهم من شرهم. يلا بخاطرك. الله يدفع البلا عنا. آمين. مع السلامة. الله تنسي اليوم الساعة 7. ها ايه خلص ما بنسى. ليكي ابوكي ناطرك، روحي لعنده. ايه بعرف. وليك وسيم. ايه بتتهني، روحي يلا باي. هاي دادي. يلا شو مشتاق لك يا بابا. باي رولان. باي اشتاق. ولا حرج. ماشي حبيبتي، كل سنه وانتي سالمه. انتي سالمه. يلا باي باي. اشتار. نعم اشتار. اهلين. شلونك لارا؟ لارا شلونك؟ ما شفتكم اليوم بالفرصه. انا بجوز ما انتبهنا على بعض. لا تنسي اليوم. يعني متذكره؟ شو بكي اليوم خميس وانتي كل خميس تنامي عنا. ايوه فكرت شي تاني. يلا لارا يلا يلا. عشتار لا تطولي، ماشي ناطرينك اليوم، بابا قربت جايته. يلا باي. الله معكم. لا تنسي تتأكدي من إجراءات حجز الأوتيل وتحديد موعد الطيران. حاضر. وبدي تأكدي لي على الأخوات اللي رايحين يستقبلوا الدكتورة لمعة والدادة اللي جاي من موريتانيا إنه ما يصدر عنهم أي تصرف بينم عن استهتار. تعرف يعني هي سمعة الجمعية والدار. طبعا طبعا. تعرفي وداد، الدكتورة لمعة والدادة من أهم المحاضرات في العالم بخصوص قضية المرأة، فضلا عن إنها ترجمت العديد من المقالات والكتب
هذا غير إن أنتجت أربع روايات لهلا، مع إنه عمره لساته صغير. للصبية لساته؟ يعني عمره ما تجاوز 45 سنة، تصوري؟ معقولة بس؟ إيه بس. صحي بلغي الصحف المحلية مشان ينشروا خبر وصولها، ولازم يكتبوا إنه الكلمة اللي بدها تلقيها يوم عيد المرأة العالمي، يعني بـ8 آذار. وداد اليوم 1 آذار، يعني بلش العد التنازلي، يا دوبك تلحقيها. ألو، أيوة، من موريتانيا. مرحبا. أهلا. ممتاز أبو لمعة، من جلية، صباح مساء. أهلا وسهلا. عندي موعد مع الدكتورة نعمة. أهلا وسهلا، بس باقي على موعدك 10 دقائق. ارتاح. الدكتورة نعمة مع اتصال خارجي، شو بتحب تشرب؟ بصراحة اللي بدك إياه، كلك زو. اليوم 1 آذار وما حدا سائل. وإذا كان عيد ميلادي يعني؟ قال رغدة بتقلي معناته ما في كذب، لأنه أكيد أهلك عاملين لك حفلة. يوم لا أبي ولا أمي سألي، أبي مسافر وأمي، بس لو أمي تتذكر عيد ميلادي. طيب خليني أمرق لعندها، بس أكيد لحالة رح تعرف. لك بكفيني بس تقلي كل سنة وأنتي سالمة، لا بدي لا هدايا ولا بطيخ، ما بدي منها غير هالكلمة وبس. تيلي أنسى يا أنسى، كفاية يا أنسى، كفاية يا أنسى. دايمي صحة. صار وقتي، بقدر أدخل؟ لحظة إذا بتريد. أهلا وسهلا ست سميحة. مرحبا. أهلا وسهلا. آسفة أنا تأخرت عليك شوي. ولا يهمك، الدكتورة نعمة بانتظارك، تفضلي. عفوا يا أنسى، يعني أنا صار موعدي هلا وجيت قبل بـ10 دقائق مشان ما أتأخر. نعتذر منك. هي الست سميحة رئيسة جمعية حقوق المطلقات. مطلقات؟ والمعنى؟ المعنى فينك تنتظر شي نص ساعة زمان. يا أبو محدين هات كاسة زهورات تانية للأستاذ. أمرنا لله. شايفك قبل مرة؟ عفوا. تفضل تفضل إلك. أهلا وسهلا عشتار، كيفك؟ الحمد لله. طنط وداع، معلش شوف ماما. للأسف عندها الست سميحة رئيسة جمعية حماية حقوق المطلقات. بس ما بتتأخر. الماما؟ ماما. الله معك ست سميحة، تحياتي. ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ أنا أكون محمود الحرزان من السفارة الموريتانية. ماما عشتار حبيبتي استنيني هون، أنا بطلبه. تفضل. أول مرة بعرف إنه الدكتورة نعمة عندها بنت أمورة مثلي. أمورة؟ إيه يعني صبية. حلوة ضحكي كتير كمان. حلوة إيه ماما؟ بس أنا شايفك وين يا ترى؟ وين شايفك؟ وين؟ وين شايفك؟ ما بظن إنه التقينا قبل هلا عمو. ما بتظني؟ لا. بس تعرفي؟ يمكن لا أنا ولا أنت رح نقدر نقابل الدكتورة نعمة اليوم. قولتك ما؟ إيه. طيب إذا بتريد. إيه. إلا لطنط وداد تقول لماما إنه عشتار مرقت اليوم على الجمعية خصوصي لحتى تذكرك إنه اليوم 1 آذار. لا تنسى. ايه. 1 آذار. 1 آذار. خاطرة. مع السلامة. 1 آذار. وما قال لك امتى بيرجع؟ قال لسه مو مبين معه. ايه الله يجيبه بالسلامة. وينك سهام؟ بس يرجع قولي له اليوم 1 آذار، عيد ميلاد عشتار.
أكيد بيكون متذكر، وإذا مو متذكر أنا ما بنسى هالتاريخ. إيه أنت ما بتنسي تقبريني، هلا أنت من كتر ما بتحبيها لبن جوزك؟ قصدي بناتي، يارا ولارا ما بينسوا، ما هي أختهم كمان. وين هون البنات؟ هاتيهم لحاكيهم. لسه ما وصلوا. حاضر، هلا بس يرجعوا بقلهم. حاضر، وبخليهم يحكوا معك كمان. طيب مرت عمو، الله معك، مع السلامة. يارا، لارا. ايه ماما. ماما بدنا ناكل، جوعنا كثير. اكيد جاتوا؟ ايه عن جد انا جعت. وانا كمان. وانا كمان. يلا هلا عشت ايه وبتحضر ام لؤي الغداء. ماشي. ام لؤي. بس هذا رابع موعد خلال شهرين بتعتذر عنه. معلش سيد ممتاز، الدكتورة نعمت مشغولة كتير بيوم المرأة العالمي، يا ريت تنزل عنه خبر، وبتوعدك بصدق إنه رح تتفرغ لحضرتك بتاريخ 9 آذار. المهم يمرق هالأسبوع على خير، منكرر اعتذارنا لضيق الوقت. حضرتك بتعرف العد التنازلي، بلش اليوم 1 آذار. واحد أدار؟ شو يعني واحد أدار؟ إذا لبنتها ما فضيت رح تفضى إلي هلا؟ بس شو يعني واحد أدار؟ عيد ميلاد. إن شاء الله كل سنة وأنت بألف ألف خير يا عبارة تيتي، يا حبيبة تيتي، يا تقبريني. أنا حكيت مع خالتك سهام مشان تخبر أبوك تقبريني. أبي مسافر وأكيد نسيان. لا مو نسيان، مسؤولية على قلب، الشغل على قلبه مثل الهم. تيتي يوم الخميس ولارا ذكرتني مشان امرق نام عندهم بليل. تقبريني بلا لك هالروحة، كل خميس بقصد كل يوم جمعة بترجع على البيت لا من تمك ولا من كمك، بتحطي راسك وتنامي للصبح. معلش تيتي معلش، سيهان خالتي مرت أبي، بس هدول إخواتي بخطي. الله يكملك بعقلك يا رب. خير الله. شبعت الحمد لله. طلع نام شوي بغرفتي. بدي اسألك تقبريني، مريتي على أمك؟ ايه مريت عليها، وأنا متذكرة عيد ميلادي، جايبت لي هدية هالقد قدها، بس نسيانتها بالبيت. آخ. بس هذا مو أكلي، اللي على قامتي. ألو ألو
تيتي حبيبتي أمي حبيبتي إجت لعندك رفيقتك رولا. تيتي أمي قبارة. رولا؟ هيك تيتي؟ موعد رفقاتك يجي ياخدوكي مشان تروح تحتفلوا بعيد ميلادك وما بتقليلي؟ معلش أمي غسلي وشك وانزي حالك لبين أنا ما أعملكم فنجان قهوة عن إذنك. إذنك معك خالي. قررت كذب عليها مشان ما تسألني وين رايحين لما تجي رغدة. يلا قومي البسي. يعني ما بدكم تحتفلوا بعيد ميلادي؟ لا طبعا بدنا نحتفل. يلا قومي. حلوة طاقيتك. مقدمة. نلبس. بابا ليش نزلت لكم البيت؟ لا لا لازم نبارك لرفيتك بعيد ميلادها. تعي بابا تعي. كل سنة وانت سالمة يا عمو. وانت سالم يا عمو. تفضل. كل سنة وانت سالمة يا شتار. سلم والدي. ليش معز بحالك؟ يلا انا بستأذن. طمنت عليكم. السلام عليكم. الله معك عمو. سلم على المدام. ايوة. لك عم قول لحالي انا وين شايفك؟ لك وين شايفك؟ شو القصة؟ زكيتي صحي على خير تيتي؟ كمان انتو الكل رفقات هني؟ ايه لكن خالي لكن الكل عم بيستلمونا هنيك. تيتي بس ترجعي تلاقيني نايمة فايقيني رح احط لك عشاء. ايه؟ يمكن اطلع نام عند اخواتي برانية انا. ايه على راحتك. يلا تأخرنا. على خير. الله معكم. يلا خاطرك تيتي. مع السلامة. مساء الخير حجي. أهلين ابني. أنتوا المستأجرين الجدد ما هيك؟ إيه نعم. حضرتها حفيدتك؟ إيه نعم. هي بنت ابني وأنا المربيتها واليوم عيد ميلادها. خلي مرتك تجي لعندي شي يوم تشرب قهوة. حاكم أنا وحدانية وما عندي غير أشتار. عن إذنك. يا جيرة الهنا والله. طيب ليش ساكنة عند ستة أم أبوها مو ساكنة عند ستة أم أمها؟ طيب ليش مو ساكنة عند أمها؟ أيوة اليوم واحد آدار عيد ميلاد عشتار. يا جيرة الهنا خبطت معك يا ممتاز. دايما يسلموا ايديك حبيبتي. شيلي هالاكل. صحتين يا عمري صحتين.
ليك لا تنسى تكب الزباله مثل امبارح، هلا بتيجي القطاط بتنكتها. لا لا ولا يهمك، اعوذ بالله انا منزه هيك شغله، فرض مدرسه. ماني عرفانه شلون ترد لك يا عشتوره. لك هي عشتوره صحيح ما تعرفنا عليها غير هالسنه، بس عن جد حسي حالي بعرفها من زمان. شفتوا الكسلنه قديش مفيده بقى؟ شلون يعني؟ يعني لو ما رسبت بالحادي عشر وابي سجلني بمدرسه خاصه لحتى اصير بكالوريا ما كنت شفتكم. يلا بسرعه هلا بيجي بابا. انا ما هي عليك روحت ليش؟ ايه ليك هو بابا. شو عم تحكي؟ اي والله مين؟ فوتوا فوتوا ولا الحق اطلعوا لانه صرت شو خلص نحن عم نستنى من على الباب. يلا بابا رغدة جاهزة؟ يلا بابا جاهزة وعم نستناك على الباب. يلا تصبحي على خير. وانت بخير. كل سنة وانت سالمة. شكرا على الهدية بتجنن. ولو ان شاء الله تعجبك. مرحبا بابا. جيتوا تيتي؟ ايه والله مكرين ما انا برد تيتي. هي اكيد عمتي عم تبارك لي بعيد ميلادي. يلا باي باي. 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 يلا خاطرك تيتي. الله معك حبيبتي، مع السلامه. فوتي لجوا. يا ميت اهلين وسهلين يا حجه. شو بكي تيتي؟ ما في شيء. هي امي دقيت لتتشكرني لاني مريت عليها اليوم على الجمعيه لحتى اذكرها بواحد ادار. يعني مشان تقول لك كل سنه انت سالمه؟ لا بسبب يوم المراه العالمي، مو بقيان له اسبوع. ايه فكرتني مريت عليها لحتى اذكرها فيه، شفته هنيك انا. يلا تيتي انا رايحه لحتى نام عند اخواتي، بدك شيء؟ سلامتك حبيبي. ديري بالك لحالك. الله يخليك، الله يرضى عليك. تصبحي على خير، تصبحي على خير. بالاهل يا حبيبي. مو قالت لليوم انه امها مذكره عيد ميلادها؟ دكتوره نعمان؟ ايه وقال بالعلامه شارت لها هديه بس تركتها بالبيت. بيت مين؟ ايه بيت جوزها، جوز مرت ابني امها لعشتار. يعني الام والاب مطلقين من زمان. دخلك شو هذا يوم المراه العالمي؟ هذا يوم المراه العالمي. تصبح على خير. الله معك يا حجي. لك خلصوني عم قلكم حاكوها قبل ما تجي وتكركبنا. خدي حاكيها واعتذري لنا ماما. ماما شلون يعني عشتار كل خميس نام عنا؟ الا هالخميس ما عم تفهمي عربي، قربت عمليه جدي وانا مالي قادره اشوفها. وشها نحس علي ولك امي وشها نحس. لا رد اتصلي ما في شيء اعتذري منا. خذي اتصلي انت معناتها. ما دخلني ولا انا ما دخلني. مجلتين خصوصي لك يارا فيهم اخر الازياء واخر اخبار الفنانين والفنانات. شو بكم في شيء؟ لا تعب من عن اذنك. ارمي اجت الشغلة على رجلك. لك ايش بيعرفني؟ لك يا ابتسام شو بيعرفني؟ يعني قنعتي ولا لا؟ اقتنعت. ايه بس ما فهمت. انا فهمت. أنا حاسس إنه مسكت لك طرف خيط لخبطة صحفية لا قبل ولا بعد. خبطة؟ شو يعني خبطة صحفية ممتاز؟ مو الدكتورة نعمة ياسين يلي عاملة حالها مناصرة لقضايا المرأة. طلعتنا زيادة عيد ميلاد بنتها عشتار. ومو متذكرة غير عيد المرأة العالمي، عيد ميلاد بنتها بواحد آذار وعيد المرأة بثمانية آذار. صحيح. إيه ونحن شو دخلنا؟ ان تذكرت عيد ميلاد بنت عشتار ولا ان شاء الله عمرها ما تذكرته. ابتسام بدك تجلطيني انت؟ ها بدك تجيبي لي الجلطه؟ طول بالك ابن عمي طول بالك. الله يخليك معلش تحملني شوي، خدني على قد عقلي فهمني. وحده وحده. حاضر. يلا. مو انا طلبت لقاء مع الدكتوره نعمة ياسين؟ بلى. خلال شهرين اعطتني اربع مواعيد. ها رحت اربع مرات لعندها ولا مره استقبلتني. استقبلتها؟ انا ما بكون ممتاز ابو لمعه إذا ما رديت اعتباري وعملت لها مقال من كعب الدست. فوتي لجوا ولا عطى
تعطيني ريموت كنترول ولك خليني اخلص الغنيه بتحط على الفشل زنخه بيه ما تحكي مع اختك هيك خليها تحط على الفشل حطيه يا راح حطي هون احسن عشان عشتار تكيف بضوفي زنقة العوامي عو عو عوامي بتاع عمركم ناقصكم تعو لا يعني سحنان ياي بجنن تسلموا ايديك بابا وكمان جبت لك البوت اللي وصلتيني عليه شرفي ميرسي بابا ميرسي تسلموا ايديك ها وهلا اجا دور يارا خانو هذا بابا يبرني وهي كمان بابا كمان هي لك بس هدول هن الهدايا اللي انا جايبهم واللي وصيتوني عليهم يا الله اما اللي وصيتوني عليهم تفضلي يا خانم هي البوط الاديداس السينيه لك يا ميرسي بابا يا حبيبي جنن كثير حلو قستي وانت يا خانم وصيتوني على كاميرا ديجيتال واو بابا ميرسي بس تعرفي حبيبي هذا البياع قعد ساعة وهو يقرب الانجليزي اللي على ميزاته انه 1 جيجا 15000 صورة ومتري قديش وادي قلت له لك اخي this is the best you have قال لي ياس قلت له لك هات وخل عني بالك هلكني هو يشرح لي ميزاتها بدي حبيبي ميرسي بابا بتقدري تحطيه على الانترنت وبتصوري تعملي تشات على كيفك بكل شيء ميرسي بابا قديش بيطلع حقها هي يا ستي حقها 1300 دولار واو يسلم ايديك بابا منير مو مكتر هدايا لك اما بيغلو عليه هون بس انت اللي ماني عارفان شلون بدي راضيكي اجيتك اليوم مفاجاه بتسوى الدنيا كلها لك انت عيوني لك الدنيا كلها شو بتسوى بدون ام سوس بس انا لقيتها لك لقيتها شوفي تعي تعي لك اللولو بده لولو عشتار انت هون بابا مع اني طلبت من البنات يعتذروا منا مشان عملية ابي الحمد لله على سلامتك بابا منيح اللي اجيت تكبر قلبي شو اشتقت لك الله يرضى عليكي الله يرضى عليكي عشتور الله بابا بدي اياكي بكلمة على انفراد شو قولي لي السلاحف بلا ملاحف والكبار بلا اختي وفهمكم كفاية يلا بابا وديني لعند ستي هلا الله يوفقك بابا شبه ستك ليه شو فيها ما فيها شيء بس تركتها مريضة شوي والصبح بكرة عندها استقبال لجيرانها يعني حلوة مني اني روح ساعدها وديني لعندها لك بابا هلا ستك بتكون بسابع نومي معلش بابا بتفيق الصبح تتفاجأ فيني يعني بتنبسط فيها الله يوفقك وديني لعند ستي شو رأيك ايه والله خليها تفاجأها تنبسط ستة تصبح على خير بابا والحمد لله على سلامتك الله يسلمك بابا عشتار بابا حبيبي انا ما بديك تفكر انه انا نسيانك لا حبيبي بس انا هونيك يعني دورت كثير على اشياء يعني تكون من قياسك وما لقيت تسلمي لي انت لحظه بابا لحظه بابا نعم حبيبي انا مو بايام معي مصاري سوري خدي هاي 100 دولار خديهم حبيبي صرفيها وشوفي اشتري اي شيء هيك انت اللي بيعجبك على ذوقك انت اي بابا خدي تسلموا هالايدي وبابا بكره انا بمر عند ستك بطمن عليها وبطمن عليك كمان يا حبيبي يلا انا رح اضل واقف لحتى تفتحي الباب وتفوتي لجوا لحتى اطمن عليكي تصبح على خير انت بخير حبيبي
الو عمتي فلك؟ استنيت الساعة لتصير 12 بتوقيت الشام لقلك كل عام وانتي بخير يا حبيبتي. يعني متذكرة عمتي؟ ليش انا نسيت لأتذكر؟ واحد أدار هو عيد ميلاد بنوتي الحلوة عشتار. كيف ستك؟ ستي منيحة الحمد لله، نايمة هلا. شو بصوتك عشتار؟ ما في شي عمتي، بس تعبانة من كتر ما رقصت. عملتوا حفلة؟ كانت حفلة بتطير العقل. بالله، ومين اجا؟ الكل، بابا وماما وخالتي سهام ولارا ويارا وامك كمان وماما كمان، عزمت كل رفقاتها المثقفين والدكاترة والادباء، وهدتني مجموعة قصصية لكاتب روسي مدري شو اسمه، المهم آخر شي من اسمه فسكي هيك شي. وستي تقبر قلبي، ستي عذبت حالها وعملت لي صفرة غير شكل، تبولة وبطاطا مقلية وكبسة ويلانجي وهيك شي. ورفقاتي، رفقاتي يا عمتي، كل واحدة فيهم هدتني هدية أحلى من التانية، بس بالآخر انتزعت. تعرفي ليش؟ كنا عم ندبك على الحاصودة، غنيت علي الديك عمتي، ما سمعتي فيها؟ ايه، المهم في وحدة فينا دبة تزحلقت وقعت الكل، قام صرنا نضحك، ضحكنا كتير وتسلينا كتير. المهم كانت حفلة بتطير العقل يا عمتي. تخيلي ماما وبابا عم يحكوا مع بعضهم، وخالتي سهام ابدا ما تضايقت. ابي جاب لي بوت وموصيته عليه من اوروبا، وعدني بسفرة تانية رح يجيب لي كمبيوتر وكاميرا ديجيتال. عمتي تخيلي، حتى خالتي سهام ما نسيتني، لبستني طوق لولو وقالت لي يا عشتار اللولو بده لولو. يا حبيبتي. عمتي امتى بدك تجي؟ انا كتير اشتقت لك، يعني شوي تاني حيصيروا 3 سنين ما شفتك فيهم. ما عم بقدر اترك جوزي لحاله، كل الوقت بالمستشفى، يا دوب عم اقضي سواد الليل بالبيت. عمتي انا اشتقت لك كتير، لا تطولي. وانا بحبك كتير يا حبيبتي، تصبحي على خير. انت من اهله عمتي. Thank you.
شو صار؟